نقطة في السنات أدنى مسلاي في أنواع الفرقة الزوجية، أنواع الفرقة الزوجية اللانت أنواع أربعة مهمة. أمزوارو قرنص الطلاق بالإرادة المنفردة، يعني فرو رديسنس وقرقاز وحدس وحدس يديسيديا سيفرو وحدس وقنوا عام زوارو وثقي الزرم الشريعة العصمة ذو كفوس بورغاز داير روزمو سيقنوا قد يقارن بوركوا العصمة تكون شفية الزوجة، وقد يقارن المساواة أي غر ماشي تسمتو ثريفرو. ولكن ربي سبحانه لو كان يولى الصلاح ذي المراقيث دي يخدم إذا ربي ثمتوث تضعف ذي المراقيف زف زف وذي حقيقة وماشي ذي العيف أنشتاقوا سيسن غسار ذي القمايس سيسن غسار القمايس مكوليون مويسر لما خلق له مكوليون ديسا لي بوان فور ألور ثمتوثي زمرت ستعيش العادة الشهرية ما سيدي يسلحيض أتشغل طفيعي ستفدل زمرت بلول قيسة عشرة في كل دقواس أستني يود كذا وكذا ما يتسو أستني فريغاش أرزمو دكفوس بورغاز مولاش تفرو أذي فرو ورغاز مسكين ما يسا دوروطار أن دخل ظاهر غاز زلغ المغرب صات الجامعة باش اللي هو 27 حسنة تفريغ على جال صلاة المغرب وتطلق هي قالت هكذا. ألور سريعة الانفعال وكذلك خاصة فترة الحيض أماكن الجانب الفيزيولوجي ساعة ان شانجمون مقر ميم الجانب السيكولوجي البسيكولوجي فيها ان شانجمون أتفدل من ذي طبيعة عايز أتسنير في تغال شغل الظلاميط سيبوس الشريعة إنك طلاق الزوج لزوجته فترة الحيض طلاق بدعي على بالكم على باش يحمي الأسرة أرجز ما تشمي قولت أم توثيس شم ذي اللي رجلني طبيعة عايز تضيق أتغال شغل الظلاميط انت تياسك فيراج البرمي فيراج أتزعف كان أسيني فري ما صير شلغم أسيني شلغم اللان يرنا ثبريض أي تفضل نو الإنسان لازم يفهم لازم يستوعب ويفهم طبيعة المرأة. لذلك صافي النوع عام زوارو قارناس للفرقة الطلاق بالإرادة المنفردة سيدار أرقاز أسيفرو سلفغيس وحدس نتسا إيفغا سيفرو فرات. إلا النوع الثاني اسميس الطلاق بالتراضي ألم يابل أرقص مطوث مين ملال يا أخي ملال سرضى يروح يخضفيت سمس قفالان الخير أرفاح أغران فاتحة انت يرضى انت ترضى مين نورمال مو ميلة سيفيليزين ميلة سعني سبيل سبورتيف مفغانة فرقا الدكن الخم الاجتماع ولن لا في كونجيغال نسن ثغال الميزيريا حياة زوجية صارت جحيما لا يطاق وزمنا لكمل الحياة نسن يا سيدي مسفهمنا ذفرنا الله ميابل أنشتقي لذي الشريعة مما سيدي القوانين لأن مثلا دي الكود دافامي النغة الارتيكل 48 هذا بسم سنتين هنا كي رقات سمطوث أدخذ نيوث العريضة أدفكن دينا أول القاضي بالأقلاغ الفلاني كل فلان تقان جوج التاريخ كذا وكذا نساء الدريان غون سهل الدريان ثونا الساقي نفغان نخدم فرو سرضا طلق بالتراضي الديفورس ألاميابل الديفورس ألاميابل أنشتاقي جائز شرعا عقلا قانونا بجميع المقاييس وقي فرو السين بلا ما خدم القرة خطر لا فرو القرة هو يطلق وهي ما تقبلش تطلع هابط وبعدين مشاكل تفوت شهور في المحكمة والناس تسمع وكذا كاين طلاق تلاقوا بالإحسان يفترقوا بالإحسان. ربي يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بلا القرة نورمال. نوع وثلاثة قرنس التطليق نقرنس التفريق. تفريق القضائي هذا كيفاش يكون؟ معناتها يكون سبب من الأسباب والمرأة هي تروح للقاضي تقول أصيد القاضي طلقني خطر الزوج ظلمني حقرني منفقش عليا غاب عليا مدة
وهكذا. ولا عنده العيوب، عنده عيوب كثيرة. ذا شو المعنى التفريقي؟ أتسيلي السبة، سي السبة في ذنان الفقه هذه الشريعة مثل لو يسن السبة سأل حق ثمطوثة قين يصرح للقاضي أستيني فروي يا سيد القاضي فروي. ذا شو السبة؟ أتصن السبة مثلا السبة مزوروث مثلا ما يلورين في قرف الناس ورين في قرف الناس وسي تاقي شارع إيجات إهمليت إهمليت وسدي تاور القوث وسي في كارا خام إهمليت إذقريت إيجات الورثاقي شرع ربي القرآن الكريم ينات وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني أرجاز أذ ينفق في ثمطوثيس على حسب ثزمرثيس وعلى حسب العرف سبحان حتى لي تراديسيون داخلين هنا أي غار خطر تختلف الأعراف يار ثمطوث نزيك وثمطوث نتورا تختلف ثم غار تزيك الله الله هاتي ذي قذرارة القضاء زمور واتزمي صغارا دي تزقين واتفخام واتخدم العجب يار نتظل بالمينيموم المينيموم فقندور حاجة المينيموم هاتي صارن دايا مي الساقي خاطي الساقي ثمطو تتظل في رجيدير زيك ذا يدي ثوان نوحتنا في رجيدير تيليفزيون ماشينا لافي أسيدي تسقي معنى يسل النفقة النفقة إلى قادر الغالاز الورطس اللي فالوريك يديو سنة جديد ثوريث مثل ربي سبحانه الناد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب سيبوزون أرقاز يقول في قاف المتصيص إهمليت تزمات واحد القاضية سيسيد القاضي فكني منه ورين في قرف اللي يضيعي يذقري إيجاي إهملي ألور للجوج القاضي ما يوفى الأدلة يسعى الحق سيفرو نتسى القاضي ولا موري قبيلة لا ورقازيس يرنا الطلاق من القاضي طلاق بائن وثم ستجي ماشي كان دي للوا ميم دي الفقه الإسلامي سيبوزون أرقاز كذلك إخدمين النظام إغاف إغاف أست شهور أسبع شهور يسقوا سيعدى والو إما أوري خدمة أو كان سيني دفي والو إما شيء آخر إغاف تزران دايلا ولكن يغاف يغال إجاح لنقرأ كنس قبيلة إجاح يروح الغرفة يجاح يقول ديش قاع المندات يهمل الخميس ذا قيني يثمثل الفقه الإسلامي أكذ للوابسة جوزنت الشيئي ثمتو تتصدل في الجوج باش هذا سيفرو في السيف اللاس نغمي ليس على العيوب العيوب أري من عن باش الزواج نودي تساورا لفروينس الغلاينس يسعى العيوب إما عيوب ذي الجسمينس أو عيوب بين نظر جنون أو العتاه أو السفان يسعى العيوب يعني المرأة يقثم تصيص يضرس الحال ثولا مقاصد الزواج في نظر الدروس نعدان لا تتحقق ذاكي مثل بغات صبرة صبر تساين ربي أماكن دنا في الغيبة يقي أتصنت لاولا ذي غفلة ورقازيس 15 سنة أترجو أستربين الرويس وتحرز خميس وتسراجو مسكينت ميديو غالستيني مرحبا الله يبارك ولكن ما الصبر تعين ربي أما كدرنا ما الصبر ساعة لا جرن تمطوث فرعون آسيا يموت الصبر هذا الحقيس ذي الحقيسة تطلب الديفورس من حقها تطلب التطليق والتفريق القضائي إذا كانت توفر هذا السبب. زيد الفقهاء تحدثوا عن فكرة الضرر الضرر يوسع الكوتي ماتيريال نغمورال ضرر مادي او معنوي نكون يسجد القضاء الجزائري المغير هنا يفاقن بعض القضاة باللي الارتيكل 53 باراغراف 6 مدينة القانون ان كل ضرر معتبر شرعا ولا سيما اذا نجم عن مخالفة المادتين 38 الورا الكثرة ميقروح الكثرة لجوج النغ مثل رحمة تصدر الديفورس السينار قازي ظلمي السيناول سيرتفكا ميديكا سيتادير لقد داوي سيرتيفيكا ميديكال بلي فكايا سطريحه هاتي دياوي كاو هاداوي سيرتيفيكا طبيب نغمولاش ما يسمح لهاش والحقيقه لا
كيقول كل ضرر معتبر شرعا، معنى حتى الضرر الادبي، الادبي يعايرها ستاير اسيني شميني جاهله، شميني ما تقراي والو، شميني تشبه الحيوانات، شميني كذا الصباح والعشيه يعاير يعاير. هذا الضرر الادبي يسال حق تظل بالطلاق تطلق بناء على هذا السبب الضرر الادبي. فبالتالي مثلا وقيد وثلاثه ند اسم التفريق القضائي، نفهم باللي التفريق القضائي مثلا لو جوجمون راه دي سوفر لو جوج ودي قرناس حكم منشئ. ذا شو المعنى اسم منشئ؟ معنى ينشئ الطلاق، مش كما حكم القاضي في الطلاق بالاراده المنفرده ودي قرناس حكم كاشف. يعني ركاز يفري ثمطوس ثفرا ما ربض القاضي، القاضي دي يخدم كان جوجمون ذايا ودي ولا جديد، ولكن ما الا تطليق التفريق القضائي لو جوجمون قرناس حكم منشئ. يعني ذي القاضي ديسيدين يسعى سلطة تقديرية انت ولا باللي يا دار الفاطل في الثمطوط هاكي انت دير في الفلاس الفاطل واسي يفرو كيراس هذه خدم الفرق يا راس تفريق قضائي. وقيل وي ثلاثة وي صار وي الخلع، الخلع اش في معنى الخلع؟ الخلع ذاكي ماشي دار كازاري يفرو ثمطوط انت ثاري ديسيدي ثوالا غيمانيس باللي مغاره كركزا كينس وتبغى تعيش يدس مالغري انت يفغاه وتبغى تعيش يدس ثنيا سا الفرق غا الكركزاك لا بروبوزيسيون ينس زنت ثرى يقترح ذا غا تروح للقاضي والقاضي سيبرو بلا سبه اشتي نركزاكي وريض لي مارا وريح قرارا وريح ميلارا تو فا بيان ما شاء الله، ولكن افغي غا الفرق تقول قطعي ما تحتاج تفاصيل. باختصار أنا قبل الآية القرآنية في سورة البقرة ربي ينادى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به إلى آخر الآية. المعنى ما إلا أرقص مطوثاقي ما كملن ذي الحياة نسن لا ذي كونجيكال نسن اذ تعدين في لسان ربي سبحانه اذير الباطل انك فلا جناح عليهما فيما افتدت به. مع سامطو ثري بروبوزين زعما ثري اقترحا وتخدم نوع من الفديه ومقارن بدل الخلع خطر يثمث من طر بارونتيز لو كان دير كازار سيجبر ريثم الطوس س الاراده ينس وحدس اسيني فريغا ما سيني يركز كيهضر ربي يغزو الشيطان اسيني نو فريغا وكين إلا ومقارن المتعة في الشريعة الإسلامية مذكور في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الفقهاء وفي تفاصيل نشرحها في الوقت المناسب إن شاء الله. بون وذي لي لوا نتكلموا على مثلا القانون الجزائري لا لوا 94/11 قانون الأسرة يهضر في التعويض في الأرتيكل مثلا 55 يهضر في التعويض غاسو يهضر في المتعة من زمن القضاء يطبق المتعة غادي يغال المادة 222 ديال الكود لا فامي مدينا كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى احكام الشريعه الاسلاميه. معناه القاضي مرث في ضريبة التمثال ذي القانون روح للشريعه والشريعه تفضي قرار واحد تقول يلا لا الاحكام بون صافي دير ما دار كازيك فران انا اثمن الزمان يفك التعويض اسم الطوسيس نغي المتعه نغي سين إما إلا العكس تامطوثي كيف غانا تفارق إذا كي شرعا وعقلا هل يعقل باش نجمع عليه إيلامين أو ألمين كلاهما صحيح هل يجوز؟ تامطوث سجاث يرنا فاطل اسمي جوجن تك جوجان اسمي تك في كان ثامن انت تعيشن انت تعيشن انت تك خمن طمغرة إلى آخره ذي لفة التج يرنا فاطل الشرع ذاكي عادل انك تخدم الفديه الا اذا تنازل خاطر كاين رجال يقول لك بون المراه وصلت لهذه الدرجه خلاص سي فيني دايما خاطر بين قوسين مدينه قبل المذهب الكاثوليكي مدينه كمي لا يصح للانسان ان يفرق ما جمعه الرب قرن ديفورس ولا قرن ديلاك اك مهما كانت الظروف لكن ولاش لا لوجيك ولاش المصلحه خاطر لو كان 29 المشاكل ديال القرانين لو كان ولاش الديفورس هذا رخصه
يزمر وادي نغوان يزمر يظهر العجب يزمر تظهر الخيانة كرمكم الله توتي بوسيبل. ولكن الشريعة لوجيك الطلاق مرة فإن سيكون بمعروف أو تسريح بإحسان. ألو رأي ثماثن الخلع قيثن فهمي في الآية أدناول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يون واسو سديو انتمطوطة دوال غرطفاصيل بعد الورس إن شاء الله غير نبي أصلاة والسلام ثنيس يا رسول الله تضرس في القزيس ثنيس يا غرقز لا أعتب فيه لا في خلق ولا دين ولكنني أكره الكفر في الإسلام. ثنيس يا رسول الله سي غرقز صلى الله عليه وسلم سي غرقز لا بس به أين أنا دينيس يجهد ذا ديانين ذوني ذوان ربي ما شاء الله قضية الصرف جينس الأخلاق جينس ما شاء الله إرائز توفابيا إلها يقرز ولكن نتسد شرهيث نتسد شرهيث ثنيس ولكنني أكره الكفر في الإسلام. ظلم شخص ذاك الكفر ماشي كفر الملة كفران العشير كفر النعمة ثقي مرة مؤمنة ثنيس إن كين يرقز ذاك الشرحخص لو كان ذا يشغي ذس وقاذغ أذوغ الكافرة للنعمة يعني أثحقر الظلم أذشغ الحقوق يس ماخذ مغشياجي وغالغ انتيني كافرة للنعمة أذوغالغ كافرة للعشير وثفغال دنوب خطر يثمثا ثمطوث ماثتش الحق برقان استروي في اللاس نبي صلى الله عليه وسلم نسي يوث زوجك جناتك أو نارك. حديث آخر لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقي حديث حسن يا صلى الله لو كان أضمر غيون بشري سجدي وايض مغير سيدي ربي أضمر ثمطوط بشري سجدي ورقاجيس طاعة ماشي عبادة طاعة سجود التكريم والطاعة. لكن يا صلى الله عليه وسلم باللي أزل برقاز علي سعى الشان لذلك الأحاديث تواترت في هذه في هذا المعنى. المهم يثمثن ثمطو ثقي مؤمنة وثفغرت ذنوب وثفغرت يعاقب ربي سبحانه يوم القيامة ثفغرت سفرو البروبلاميس الدونيس. النبي عليه الصلاة والسلام يفهم الميساج يفهم ثمطو ثقي يزمل السليم بصيف عليك كمل يذس كمل ما دام تسولي فغارم يفرو والعصمة بيده كمل يذس أشو سينا ينس أتردين إليه حديقته خطر تسمي يجوجي ذس في كيسة أجاردا هذا حيرتين سيف كيس ثعممت نطوشيث المهر صدق يجوز تفكر أي حاجة حلال وقيف كيس تبحير إثورا ثمت تروح تبحير تروح كل شيء يروح شي بلوجيك في أصلاة السلميس أتردين إليه حديقته ثنيس نعم في لا رواية أخرى غير صحيحة ثنيس نعم وزيادة إنيس أما الزيادة فلا ولكن الرواية الأصح هي ثقي إنيس ثنيس نعم يكفى أول ثري يستبحر نبي صلى الله عليه وسلم الناس يبريس يبريس بكلمة واحدة يفرى أول ثري غردني غير ثمثن فرصة باش نفهم باللي شرع إنيك الحياة الزوجية إلا قد يتقرز يفكر دوك اليوروبيان نظرا تلي بروبلام يفكر الدواوي نشرح دي المقدمة أتصل لرمادي ديفكا المواعظ الحسنة الهجرة في المضجع الضرب غير المبريح التحكيم العائلي الصبر على الأذى إلى آخره ما إلا ولاش إلا أنت أربع مخارج أكا غاكا اختار يونيس وأتوالي واقعية الشريعة الإسلامية ثوري مثلا ما نظرك دووي قد يفكى الشرع ما نتوالي في الأسوسيتي الباطل إما غير قزيتا ديف سمطوث أم بعد سمانة الزواج تفرو هاثنا يتمثل فهم في كذاكي طرق الطلاق نغ أنواع الطلاق.